السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخوان، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غادي نهضروا أو غادي نعطيكم الإخوان فكرة على الأثمنة ديال قطع غيار أو لا بيس دو شونج ديال الغنو ميغان كات. الغنو ميغان كات الإخوان بدات في عام 2015، يعني التسويق ديالها هنا في يعني كان الصناعة ديالها الموديل خرج في 2015، ولكن هنا في المغرب بدات في أواخر ديال 2016 على ما أظن. المهم 2016 بدات. بالنسبه للمحركات اللي فيها الموتوريزاسيون الاخوان، كاين الان 5 دي سي والان 6، الان 6 دي سي كاينه دابا في الميغان كات. بالنسبه للاخوان الفلتر ديال المازوط، يعني كاف اول حاجه كنبدا لكم ديما يعني الفيدونج الفلترات فلتر المازوط. في هذا الوقت الاخوان اللي كنصور دابا الفيديو فما بقاش عندي هنا في المحل، انا نوريكم الصوره ديالو. بالنسبه للفلترات الاخوان، هاد لي مارك اللي نقول لكم كينطبقوا على الفلترات بثلاثه، الفلترات باربعه، فلتر المازوت والفلتر ديال الزيت وديال الريح وديال لاكليم. هادو بالنسبه لي مارك الاخوان كنصحكم دائما، كاين واحد الخمسه او السته ديما كنصحكم، هما مان فلتر، مالي، ويكس، بوش، بيرفلوكس، اوفي. هادو كلهم الاخوان هادو اللي تحاولوا تبقاو تشريو كماركه كجوده فيهم الاخوان، راه تقريبا بحالهم بحال ديال اللي كتاخذوا في يعني في لا ميزون، ما كاينش شي فرق كبير الاخوان، يعني واحد 90% راه هما ديال لا ميزون، ما كاينش واحد الفرق كبير بزاف. ف بالنسبه للموتور ديال الان 5 دي سي، فبالنسبه للفلتر ديال الزيت هو هذا الموديل ديالو. اسمحوا لي بالنسبه للثمن، الثمن ديال الفلتر ديال المازوط الاخوان كيبدا من تقريبا من 200 درهم، حاجه عاديه، كيوصل الاخوان حتى 350 400 درهم. بالنسبه للفلتر ديال الزيت، الفلتر ديال الزيت بالنسبه للان 5 دي سي عندهم هذا، كاين هاد القصيره الاخوان، وكاين هي اللي خارج فيها اوريجينال، خارج فيها فلتر طويل، فلتر طويل. المهم باش تردوا البال الاخوان، كاين اللي غادي يبغي يدير هذاك الفلتر اللي كان عنده النهار الاول، راه كاين طويل. بالنسبه للطويل الاخوان في الاوريجين كيدير تقريبا 80 درهم، كاين في لي مارك الاخرين تلقاو واحد 40 درهم، 35، 50، المهم على حسب الماركات. كاين بالنسبه للموتور الانسيسا الاخوان عنده هذا كارتوش، كيتسمى فلتر كارتوش، بالنسبه فلوريجين كيدير 90 درهم، وفي لي مارك الاخرين كتلقاوه ابتداء ماركات العاديين كتلقاوه ابتداء حتى هو 40 درهم، كيوصل الاخوان حتى 80 70 درهم في الماركات اللي قلت لكم قبيله، بوش وويكس وداكشي. بالنسبه للفلتر، واحد الحاجه مهمه اللي تردوا لها البال، بالنسبه للفلتر ديال الريح راه كيشبه بزاف الميغان القديمه، يعني الميغان 2. فالميغان 2 عندها هذا الشكل، هذا راه نفس الشكل، ولكن الطول الاخوان ردوا بالكم مع الطول، هذا غيبان لكم الطول هنا ديالو. فملي تبغيو تشريو وتكونوا مثلا زربانين اولا مثلا غتمشيو عمو البياس بعيد على فين غادي ديروا الفيدونج، ردوا بالكم الاخوان مع الفلتر ديال الريح. الفلتر ديال الريح دابا ديال الميغان كات راه قصير على ديال الميغان القديمه، ردوا بالكم الاخوان. بالنسبه للفلتر ديال لاكليم الاخوان، الثمن ديالو على حساب واش العادي اولا هذاك اللي فيه لو شاربون، تقريبا العادي الاخوان تلقاه في السوق ما بين واحد 60 درهم 70 درهم، واللي فيه الشاربون كيوصل الاخوان داير الثمن شويه يوصل الاخوان حتى ديك 200 220 درهم. الكيت ديستريبيسيون اللي هو الكروا ديستريبيسيون اللي كنقولوا بالعاميه لاشين بالطوندور ديالها، الموتور اللي فيه الان 5 دي سي تلقاه ابتداء من 450 500، كيوصل الاخوان في لوريجين حتى 750 800. وبالنسبه اللي فيها الان 6 دي سي تا هو تقريبا يوصل ما بين 700 درهم الاخوان حتى 1000 درهم على حسب الماركات. بالنسبه للماركات الاخوان ديال الكيت ديستريبيسيون، فدائما كنصحكم كاينه لا مارك اينا، كونتينونتال، جيتس، هادو كلهم حاجه مزيانه، دايكو حتى هي مزيانه، دولز ديال اسبانيا، هادو كلهم الاخوان يعني ماركات مزيانين، زائد بطبيعه الحال اللي كيكون في لا ميزون، فهذاك هو يعني تا هو كيكون يعني ماركه مزيانه. بالنسبه للثمن ديال لومبرياج، بالنسبه للكيت ديستريبيسيون، اسمحوا لي الكيت دومبرياج الثمن ديالو في الان 5 دي سي كيوصل تقريبا واحد 1300 1400 درهم، وبالنسبه للان 6 الاخوان كيوصل ما بين 1600 حتى 1800 درهم على حسب لي مارك، دائما لوك، فاليو، ساكس، هذوك ثلاثه الاخوان تقلبوا عليهم. لي زامورتيسور، كاين لي زامورتيسور في لا مارك بوج، كاينه مونرو، كاينه بيلشتاين، هادو ثلاثه الا لقيتوهم كمرتبه اولى. المرتبه الثانيه كتجي اسمحوا لي كايابا جابون تاعهم داخله في المرتبه الاولى. المرتبه الثانيه كتجي لا مارك روكور، حتى هي مزيانه روكور.
بالنسبه للثمن ديالهم ديال الزامورتيسور ديال القدام كيديروا ما بين 1200 كيوصلوا الاخوان حتى 1600 درهم. لي زامورتيسور ديال اللور حتى هما فهاد لي ماركات نفس لي مارك اللي قلت لكم غتلقاوهم ما بين 850 800 درهم يوصلوا الاخوان حتى 1200 درهم. الحاجه بالنسبه للفريناج، الفريناج كاين لي ديسك دو فران ولي بلاكيت دو فران دائما في لي مارك تي ار دبليو بريمبو اتي ميتيلي فيرودو، هادو ك يعني مرتبه اولى. كاينه بالنسبه للثمن ديال لي ديسك دو فران كيوصلوا ما بين 700 درهم حاجه يعني متوسطه، كيوصلوا الاخوان حتى 1000 1100 درهم حاجه مزيانه. سميتو لي بلاكيت ما بين 250 230 حاجه عاديه، كيوصلوا حتى 520 550 درهم. سميتو لي باليت سوي كلاس كيديروا تقريبا واحد 300 درهم اولا 300، ما بين كاينه بوش وفاليو على حسب الثمن، المهم ما بين 280 حتى 350 درهم، حيت هي عندها الباربريس كبير كيكونوا هما شويه كبار لي سميتو لي باليت سوي كلاس. كاين بالنسبه للي تريونغل الاخوان، كاين لي تريونغل في لا مارك لي مارك اللي ننصحكم، كاين لا مارك ليمفوردر المانيا، ساسيك فرنسا اوريجينال حتى هي ساسيك، كاينه موغ لا مارك موغ مزيانه ار تي اس ديال اسبانيا. بالنسبه لهاد التريونغل الاخوان كيدير تقريبا ما بين 600 درهم كيوصل حتى 1000 درهم الاخوان الواحد، باش تعرفوا واحد القضيه. المهم الواحد الاخوان لي سيلون بلوك تا هما ما غاليينش فيها، كاينين سميتو يعني هادو هما القطع الاغلبيه الاخوان، القطع دابا اللي قلت لكم هما اللي يعني غادي تسولوا اللي غادي خصهم يتبدلوا بزاف. الكروا ديال الالترناتور حتى هي تقريبا الثمن ديالها واحد ما بين 120 150 درهم. لي مارك ديالها اللي يعني كنصحكم، كاينه لا مارك كونتينونتال، كاين لا مارك بوش، كاين لا مارك جيتس، بحالها بحال لي مارك اللي ننصحكم بهم، بحالهم بحال ديال الكيت ديستريبيسيون. وغتبقى اخوان دائما كنصيحه اخيره بالنسبه للزيت اللي غادي ننصحكم ديروا الميغان كاب، هي النورم الار ان 0720، الار ان 0720 غادي تقلبوا عليها الاخوان في النورم ديال رونو، هي اللي طالبه في الميغان كاب غادي تلقاوها في 5 دبليو 30 ولا 5 دبليو 30. المهم الاخوان كان هذا فيديو على الميغان كاب، اللي ما مشاركش معنا في القناه يشترك معنا وفعلوا الاخوان زر الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. والواتساب ديالي راه كتشوفوه هو اللي داز الكيدوز دابا لتحت، هو 0661 05 05 46. الى اللقاء.